طب لو قلت لك لي اسم او اسمين من نادي الزمالك وقت ما كنت بتلعب كنت تحب انه يلعب جنبك في تشكيله النادي الاهلي كنت أحب جدا اني العب مع الكابيتان كابيتانو شيكابالا تقصد؟ شيكابالا شيكابالا طبعا واحد من اللعيبه الكبار آه. وطبعا واحد تاني من اللعيبه لو كنت لعبت معاه كنت ممكن اجيب اجوان آه كتير وكان طبعا الكابيتانو كان رقم سته كان لا كان كابتن طارق سعيد هو رقم سته كان حد في وسط الملعب تامر عبد الحميد كابتن لا مش تاني جاي ضد ميو كامبو حازم لا حازم مش حازم امام ها حازم حازم امام حازم امام مش سته 14 بقى حازم امام كان واحد من اللعيبه الكبار جدا اللي انا احب ان انا العب معاهم وطبعا وطبعا كنت احب ان انا العب معاه وطبعا طبعا كابتن شيكابالا لان لو كنت لعبت مع كابتن شيكابالا كنت هجيب اجوان كتير جدا لان هو واحد من اللعيبه اللي كان بيعمل اسيست كتير جدا وكان وكان رق, كان لعيب كويس جدا